عبد الرحيم وعبد الإله أخوان يدرسان في طور الابتدائية، ها هم اليوم يخطوان معا نحو تحقيق حلمهما في حفظ كتاب الله تعالى وإلباس والديهما تاج الوقار. والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. عمري 9 سنوات، بدأت حفظ القرآن مع الكشافة الإسلامية، فوجد التحدي. أريد أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأريد أن ألبس أمي وأبي تاجا يوم القيامة. عمري 7 سنوات، أدرس السنة الثانية ابتدائي، أحفظ أنا آخر القرآن الكريم في الكشافة الإسلامية الجزائرية، فوج التحدي حتى أتعلم أحكام القرآن الكريم وأحفظ آياته. أشكر معلمتي والدين الذي يساعدون في حفظ القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من هذا المنطلق يسعى فوج التحدي للكشافة الإسلامية لتحفيظ القرآن لجميع شرائح المجتمع. السلام عليكم، رانا قررنا كشاف القرآن الكريم، هذه التلاميذ البراعم الصغار، وإن شاء الله يكونوا من حضرة القرآن ويتوجوا أهل تاعهم بالتاج، ونتشرف بتدعيمهم، وإن شاء الله هما الثاني كينا يدعمونا ويحفظوا القرآن. هدفنا تربية ولي شملنا على أسس دينية وأخلاقية كما حثنا رسول الله الكريم. الغاية تاعنا هي الأسماء، أنهم يكونوا من حفظ القرآن ويتنموا على الخير، ويكون عندهم خلقهم الدين وخلقهم الإسلام، والقرآن يساعد في تربية الطفل وفي التعليم تاعه واجتهد في الدراسة تاعه. وما هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان وتعطر به الآذان، هو النور الذي أنار درب عبد الله وعبد الرحيم للإيمان، هو القرآن الذي لا تسعد حياتنا إلا به، فيا ربنا أذهب به أحزاننا وفرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا.